مقدرنا ايه؟ بيكون عندي 250 جرام، هقول لكم بالجرام بالكوبايه، 250 جرام من السميد، يعني كوبايه وربع او تقريبا عشان السميد كوبايه ونص كده سميد. بيكون عندي معلقتين كبار من اللبن، معلقه صغيره من البيكنج باودر، يكون عندي 100 زيت، نص كوبايه زيت، عندي علبه قشطه 100 جرام او 125 من الجرام. المقادير نزلت اهي، تقراها لكم من على الشاشه احسن، وصوروها زي ما بنتفق مع بعض. يبقى 25 جرام لبن بودره، 100 جرام سكر، 100 مللي زيت، 100 جرام سكر نص كوبايه، 100 مللي زيت اللي هي برضو نص كوبايه، معلقه صغيره من القرفه، 100 مللي لبن، علبه قشطه 125 جرام، علبه قشطه 125 جرام، خلاص، 100 مللي من اللبن السائل اللي هي نص كوبايه، تمام كده. ده كده العجينه الاولانيه. بيكون عندي السيرب بتاعنا، هات لنا السيرب كده يا استاذ رانيا، سيرب خفيف اللي هو زي بتاع الهريسه، اللي هي كوبايه ونص سكر، كوبايه ميه، ورشه ملح ليمون. بعد كده بتاخد الصوص عندي، بيكون مميزه جدا جدا جدا. هننزل ادي السيرب عندنا، كوبايه ونص من السكر، كوبايه ميه، ورشه ملح ليمون. حلو جدا يا شيفنا كده، حلو قوي 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 الكلام اللي انت بتقوله دوت. وقلنا على السيرب بتاعنا، طب وبعدين يا شيف محمود؟ وبعدين نركز في الموضوع دوت، لان زي ما بقول لكم ان انا دايما بحب الحاجات الاقتصاديه جدا. هنيجي هنا كده، ادي عندي الطبق اللي احنا هنعمله الاولاني، نشوفه كده ونقطع منه قطعه كده، وده الصوص بتاعنا اللي موجود بالشكل ده اهو، بالشكل ده اهو. وعايزين نعمل الكلام ده سريعا سريعا عشان وقت البرنامج، واهو ها ايه الاخبار، وكل بقى يا باشا بالصوص المميز اللي انا بقوله لحضراتكم دوت. طيب هنبدا دلوقتي الشغل بتاعنا سريعا سريعا، ونشوف الدنيا فيها ايه، بنعمل ايه بقى. خلوا لي السيرب كده على جنب، السيرب اهو يا جماعه اللي هو وسط اهو، السيرب وسط اللي انا بسقي بيه. بعد كده بنحط المواد الجافه، وبعد كده بنحط عليهم المواد السائله. الصوص انا ماليش دعوه بيه، هعمله في الاخر وهديه لكم بطريقه اقتصاديه. ادي السميد وادي اللبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، حلو جدا كده الكلام دوت، حلو قوي. وبعدين يا شيفنا وبعدين، وادي السكر، وادي معلقه صغيره من القرفه. الموضوع ده جديد، يعني جديد معانا. ونبدا نقلب الخليط كده الجاف، حلو قوي. حطيت المكونات ديت مع بعضها، وابتديت ان انا اقلب الخليط الجاف ده كده. ادي الزيت عندي، وهنبتدي ناخد الكلام ده فرق اللي هي نص كوبايه، ناخد الكلام ده فرق بالشكل ده. بنفرك السميد مع السكر لغايه لما يشرب الخليط دوت عندي الكلام دوت. بقوم نازل بعد كده عندي بالقشطه واسقيها، ما عنديش قشطه اقدر ادي زبادي. وبعد كده ندي اللبن اللي عندنا اللي هو نص كوبايه. كده الخليط عندي بقى جاهز تمام، محتاج صينيه او بايركس، مفيش اي مشاكل ابدا. حلو جدا الكلام دوت. دلوقتي الصوص بتاعنا اللي قلنا عباره عن قطع من الجبنه مع اللبن المكثف، وهحكي لكم اللبن المكثف دوت عباره عن ايه دلوقتي، ونشوف مع بعض كده الدنيا هيبقى فيها ايه. وبياخد مني كوبايه او معلقه صغيره، عفوا بياخد مني علبه من القشطه. تعالوا كده نجيب البوله بتاعتنا ونبدا نعمل الكلام ده، عشان اما البسبوسه تطلع وتبرد تماما نبدا ندي الصوص اللي هي الطبقه اللي على الوش ديت، بس تكون بارده، ونرش على الوش القرفه وخلص الموضوع بتاعنا كده. ادي الجبنه بتاعتنا، لو عندي خلاط ماشي، ما عنديش تعالى اعملها هنا في العجان اهيت، ونقوم عاملينها في العجان عندنا. ادي الجبنه. طيب اللبن المكثف دوت يا شيفنا، ادي الجبنه، جبنه مثلثات او جبنه مكعبات معروفه طبعا في السوق. هات لي معلقه كده يا شيفنا، فين المعلقه؟ هات لنا دي كده، جبنه مكعبات او جبنه مثلثات. ادي جزء كده من القشطه، وادي لبن مكثف. لبن مكثف زي ما قلنا قبل كده عباره عن ان نص كوبايه، وهنزل لكم برضو مقادير الصوص على الهواء. نص
كوباية سيرب ادوها في حدود كوباية لبن بودرة، 5 قطع جبنة مثلثات أو مكعبات، وعلبة من القشطة. فأنا هبتدي. طيب اللبن البودرة يا شيف محمود دوت، لبن البودرة اللي أنت بتقول عليه دوت، اللبن المكثف غالي والقشطة غالية. يبقى احنا قلنا ان اللبن عبارة عن انه الكيلو لبن بيبقى فيه في حدود 70% مية والباقي دسم. لما اجي اعمل لبن مكثف بحط اللبن على النار، كيلو لبن بياخد مني في حدود 300 جرام 400 جرام سكر، بخليه يغلي مع سن البيكربونات، المية بتتبخر، بيتفضل عندي اللبن اللي هي القشطة مع السكر. يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ اخد كوبايه سيرب بارده دي باكل لبن بودره ابو 3 جنيه هتمشي الليله وهتعدي. وهو اعتقد ان انا كده انا مش مخطئ في الكلام بتاعي. طيب القشطه غاليه، كوبايه لبن من الثلاجه عليها 3 معالق او معلقتين كبار لبن كريمه خام، كريمه خام او زبادي للصوص ده. يبقى انا لميت الدنيا. يقوم البسطاء اللي زي حالاتي يقدروا ان هم ينفذوا الشيء. لو الكميه هنا الجبنه بقى مش لازم الجبنه زي ما اتفقنا اللي هي المكعبات، في عندنا جبنه مكعبات زي ما اتفقنا، وفي مثلثات، في مثلثات غاليه جدا، وفي جبنه مكعبات اللي هي بتبقى اغلى اللي اولها حرف كاف دي ما اقدرش طبعا اقول على اسمها. فنقدر نجيب الجبنه المثلثات ونشتغل. وادي الصوص اهو يا جماعه، شايفين عامل ازاي بقى؟ انا استخدمت اقل شيء ممكن من الامكانيات. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي يا جماعه الخير مش زي ما اتفقنا، مش في مصر بس، في العالم كله احنا بنمر بظروف صعبه. بنمر بظروف صعبة، علينا إن احنا نحافظ على صحتنا، علينا إن احنا نشتغل، علينا إن احنا نحاول ننتج ونتحمل كل الظروف اللي بقت عالمية. والله المستعان إن احنا لازم نعيش كلنا. عفوا، أي إنسان أو أي كائن حي حتى في الغابات بيحاول يعيش. هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا كمان احنا بشر، احنا يعني من اعظم خلق الله البشر، ادانا العقل فلازم نعيش. طيب احنا هنا كده خلصنا مع بعض الكريمه او الخليط اللي بيتحط فوق البسبوسه، وادي عندي مستني البسبوسه تسوي. هننزل دلوقتي مقادير البوظه سريعا. البوظه العربي من الحاجات المميزه والجميله جدا، هننزلها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا يا جماعه الخير، انا بعمل مهلبيه خفيفه. عباره عن ايه؟ بوظه العربي، كيلو لبن، 3 معالق كبار من النشا، خلاص، 3 معالق كبيره سحلب. لو ما عنديش بودره السحلب اللي من عند العطار اقدر احط ايه؟ اقدر احط بودره اللي هو اللي بنشربه في رمضان ده، السوبيا، بس حاجه بسيطه جدا، اللي هي عباره عن كريمه مع سكر بودره مع صلصه جوز الهند. حلو جدا الكلام دوت. فصين مستكه ده اساسها، ريحه السحلب وفصين مستكه، 250 جرام من السكر. حلو جدا الكلام دوت. وبعدين واحده واحده كده على مهلنا ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. وبعدين ده الشق الاول. الشق الثاني ايه؟ اللي بيكون عندي المفروض في حدود للكلام ده كيلو لبن، نص كيلو كريمه لباني. فانا ممكن ان انا بدل الكلام ده كله ان انا اعمل حاجه ثانيه، 150 جرام كريمه و200 جرام لبن بخفقهم مع بعض، كريمه خام، علبه قشطه، وفستق او مكسرات. يلا بينا نشوف الموضوع ايه. يلا بينا استاذتنا الغاليه الاستاذه رانيا ونشوف الدنيا فيها ايه. اللبن عندي على النار اهوت، تعالوا كده نزود النار عليه كده شويه بالشكل ده ونبدا نشتغل ونشوف الدنيا فيها ايه. هنعلي النار
سبع اهو. هناخد النشا، ادي نص كيلو لبن، اديته السكر اهوت عندي، وادي سحلب معلقه كبيره هي تسحلب، وبعدين يا شيفنا وادي النشا، نعمل مهلبيه عاديه خالص بس المهلبيه بتكون خفيفه. وبعدين هنبدا نيجي نقلب النشا كده، وممكن نحط كله، الريحه ابتدت تقلب الدنيا اللي هي بتاعه السحلب، والسحلب الشامي اللي موجود في لبنان او في سوريا بيبقى فيه ماده مطاطيه اللي هي زنسان جوار جام الحاجات ديت كلها، واهو وهنبدا نقلب الكلام ده كده. هيديني المهلبيه الخفيفه اللي قدامكم دي، لازم تبرد المهلبيه اهيت، استاذ محمد مخرجنا العبقري هيجيبها لنا دلوقتي. وبعدين شفتوا الله عليك ما شاء الله برنس، لما تبرد كده ولازم تتغطى. ليه لازم تتغطى؟ عشان ما تديش معايا قشره، انا مش محتاج القشره، ويا سلام لو صفناها. مش لازم مضرب زي ده على فكره، اللي انا مجهزها لكم دي تعملها بمضرب يدوي، ولكن لما جينا نبدا البرنامج ما لقيتش الدراع بتاعها. هركب بس العجان كده اهو، وادي المهلبيه هنا عاد. باخد المهلبيه اهي بعد ما سقت اللي فيها المستكه وفيها السحلب، وهنزلها هنا كده. وعايزين نركز مع اللي في الفرن، مدام ميرفت اهلا بسعادتك استاذتنا الغاليه، وادي الكريمه. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الف الف مبروك يا شيخ، الله ينورت قناه ان في الله. الله يخليك يا مدام ميرفت، تسلمي لنا. التوفيق ان شاء الله، وكل ما بتروحنا قناه بتنورها والله يا شيخ. الله يكرمك، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. ربنا يجعلك دايما في العادي كده يا رب. الله يخليك، تسلمي لي يا مدام ميرفت، ربنا يكرمك ويخليك لينا يا رب، تسلمي لي. شكرا يا ست الكل، ربنا يكرمك. سلام. مع الف سلامة. هنا انا حطيت ايه؟ حطيت المهلبيه بعد ما بردت اللي انا بعملها على النار اهيت، ولازم تبقى بارده تماما، وحطيت الكريمه مع القشطه. انا ما معيش امكانيات، فبحط الكميه اللي قلت لكم عليها ديت في حدود 200 لبن ساقع مع 150 جرام كريمه خام، ونبدا نشتغل. وبعدين تعال اول نبص كده، ادي البوظه العربي اهيت بالشكل ده كده، اجيب لها طبق كده، ونيجي هنا كده عشان ابتدي اشوف الفرن اخباره ايه. ادي البوظه العربي اهيت، وبعدين يا شباب وهنقطعها دلوقتي مع بعض ونشوف الدنيا فين. هقلب كده، بصوا المهلبيه بقت خفيفه بالشكل ده اهي، عامله زي السحلب. اركنها لي على جنب، اركنها لي على جنب يا شيف محمود عشان تبرد. الخليط هنا هنلاقيه ناعم، مش محتاج عجان. ادي الخليط اهو يا جماعه، ركزوا معايا في اللي عايز اقوله بقى، لان اللي جاي شرح. شايفين قوام الايس كريم؟ شايفين الكلام ده؟ عايز اقول لكم هنعمل فيه ايه بعد كده. الكلام ده هيخش الفريزر يقعد معايا ساعتين. حلو قوي يا شيف محمود، الله عليك. وبعدين يا سيدي بعد ما يقعد ساعتين عندي، هيطلع يتضرب تاني سواء بالمضرب اليدوي او بمضرب الكهرباء. الله، ده شيء جميل جدا. وبعدين يخش تاني الفريزر يقعد معايا، وهكذا ثلاث مرات الكلام دوت. ثلاث مرات الكلام ده هيحصل معايا، خش الفريزر ويطلع يتضرب، بعد كده هيتفرد على صاج. وادي البسبوسه اهي، وادي السيرب يشرب بس كده. وبعدين الكلام ده يخش الفريزر يقعد ساعتين، يطلع يتضرب تاني. الموضوع ده هيتكرر ثلاث مرات، المره الاخيره بنرش فوزدو على صاج بتاع سويس رول او صينيه، ما انا مش هدخل حاجه الفرن، تحتيها بس ايه، فستق بندق سوداني امكانياتكم، ويخش الفريزر بقى عامل زي الكيك. بعد ست ساعات هيكون مسك، يطلع يتلف كده ويتلف بورق فويل زي ما انا لسه فكه من ورق الفويل، ويبدا يتقطع معايا زي ما هوريه دلوقتي لحضراتكم كده. فين السكينه؟
السكينة فين يا سيدي؟ نبدأ نجيب السكينة كده ونقطع اهو. انا بعد كده بقى هعمل قسم السكاكين ليا ونشوف ايه. هات لنا طبق كده شفنا. شايفين كده السيرب؟ ها لازم الكلام ده يبرد يا جماعة، لازم الكلام ده هنا عندي يبرد، اللي هو البسبوسة. وبعدين يا شفنا وبعدين، فهمتوا القصة بتاعت البوظة؟ فهمناها؟ فهمنا قصة البوظة. وشايفين كده البسبوسة هنا مش بسبوسة اللي هي البسبوسة بتاعت الحلواني التانية، دي بسبوسة تانية خالص، واخدة مني القرفة، واخدة مني كل حاجة. بعد ما تبرد بدي الطبقة دي، الطبقة البيضة دي اللي أنا شرحتها، وأرش القرفة. تعال نقطع بقى كده الآيس كريم يا جماعة أهو، وآدي البوظة العربية هيت، ها بالشكل ده. شايفين عاملة إزاي بقى؟ وكل يا باشا، وكل يا باشا. حاجة كده يكفي بس إن أنا أقول لكم، كفاية الريحة بتاعت المستكة، كفاية الريحة اللي بتبقى موجودة هنا بتاعت السحلب. وادي الخليط، طبعا ما يصحش ان انا احط الخليط الصوص على الوش دلوقتي، بس عشان وقت البرنامج فانا ببتدي ان انا احطه كده اهو. الجبنة مع القشطة مع الكريمة من وانا ومع اللبن المكثف، من الحاجات اللي هتبقى خلطة كده هتلاقوها زي الفل. بس انا رفضت ان انتوا تحطوا عشان الكيكه وهي سخنه مش هتلحق تشرب الكلام دوت. وادي شويه القرفه عندنا رش كده، والموضوع خلص تماما النهارده زي ما شفنا. اللي عنده اسئله بقى يتصل بينا دلوقتي يقول لي يا شيف محمود دي ازاي ودي وقفت ازاي. انا اضطريت ان انا اجري في وصفه البوظة العربي، لان انا لو مشيت معاها محتاجة مني حلقتين. اللي عايز فيها اي فكر، بوظة العربي من الحلويات المميزة جدا، خصوصا في فصل الصيف، خصوصا في فصل الصيف. ادي ال 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 قلنا ايه، البوظة. وزي ما قلت لكم ان انا مش لازم ان انا استخدم في الكلام دوت ان انا احط معايا فستق، ممكن احط بندق، ممكن احط اي نوع من انواع المكسرات. وبعد ما بتخش بتبقى زي قالب الكيك، بتبدا انها تطلع تاني بعد 6 ساعات اتمسكت. يا ريت لو تحتيها ورق زبده او تحتيها سيليكون، ونبدا نلف الكلام دوت. عايز اوريلكم يبقى فيها مطاطيه. يا شيف محمود انت ما اديتش ولا اي حاجه اهو، شايفين مطاطيه الايس كريم عامله ازاي؟ في فرق بين البوظة العربي، البوظة العربي وده من أغلى أنواع الآيس كريم اللي بتبقى موجودة. قبل ما أخد الفاصل بتاعنا، عايزين نعرف إحنا عملنا النهاردة شغل البسبوسة، عملنا الكلام دوت، غطينا، عملنا المهلبية، قولوا لي مش مكلفة أبدا أهيت، التخانة بتاعتها أهيت، مخرجنا الغالي هيجيبها لنا تاني أتقل من السحلب بشوية، تتغطى تبرد تماما تسقع، واقوم مديها الكريمه وخفقها، سايبها ساعتين في الفريزر تطلع تتخفق تاني، مش لازم تجمد، ثلاث مرات. بعد كده بحط فستق او اي حاجه هي بتعمل بالفستق، وافرش الكلام ده يخش الفريزر يجمد، اطلع الفه زي السويس رول، واسيبه اسحب منه رقات كده زي موضوع السويس رول، وأقدم للضيوفي بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه. ومعانا مخرجنا أستاذ محمد الشاطر جدا، ما شاء الله ظاهر الأكل بصورة مميزة.